شرفت بلقائك. موافق على الرأي ده؟ اه طبعا. طب فكرة بقى ان هو خلاص يعني اتجوزها قالك يعني قبل ما يتجوز؟ اه طبعا. قالك ايه بقى؟ لا هو في الاول كان بيلمح تلميح يعني. ايه يلمح ازاي يعني؟ يعني لا هو بصراحة يعني من زمان خالص قال لي فاطمة يوم ما هتجوز هتبقي انت موافقة وممكن تحضر معايا الفرح، واللي هجيبها دي هتبقى اختك وهتبقى اكتر من اختك وهتبقى صاحبتك وهتبقي انت سر. يعني هو بيفكر في الجواز من زمان؟ من زمان. من كم سنة؟ بس قال لي الله اعلم التوقيت امتى. من كم سنة يا فاطمة؟ من يوم ما خدته. من يوم ما خدتيه؟ اه. وكمان قال لي كمان ساعة الخطوبة. وهو ساعة الخطوبة قال لك انا هتجوز عليكي؟ اه قال لي انا هتجوز تاني بس الله اعلم التوقيت. وانت قبلتي تتجوزيه ليه؟ حبيته. برضو الحب يصنع المعجزات يا مصطفى. هو الحقيقة اتحب بصراحة مصطفى، يعني رومانسي شكله كده و... ربنا يبارك لك يا دكتور يا رب. طيب قال لك انا هتجوز، قلت له ايه؟ طبعا اكيد كنت زعلانة واكيد عملنا مشاكل يعني مع بعض، ما رضيتش من اول مرة. بس انا اعترضت يعني. اه طبعا. اكيد ما قلت له طلقني؟ لا ما حصلش خالص. خالص مفيش فكرة الطلاق دي جت خالص، ولا قلت له هسيب بيتي. اصل في ست تقول لها ايه هتجوز، قولي بقول لك ايه اتجوز اللي انت عايزه بس طلقني. لا انا فعلا اتخانقت معاه خناقات كتيره، وخدنا يعني يمكن شهرين ثلاثه واحنا في البيت مشاكل بسبب الموضوع ده. قلت له انا يعني قول لي الحاجه اللي انت هتتجوز بسببها انا عملتها، مثلا في حاجه انا عملتها هتتجوز عشانها. قال لي والله العظيم انت يعني احسن واحده في الدنيا، وانت عمرك ما نقصتنيش حاجه. بس انا عايزه اتجوز، انا نفسي يبقى في ليا زوجه تاني، من زمان الموضوع ده عندي. بس مره على مره طبعا بقيت خلاص يعني اهدى شويه.